الإخوان والأخوات، أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. يوم مبارك سعيد. كيف كتعرفوا كانت العديد من الملاعب ديال كرة القدم مشهورة بمدينة مراكش، ساهمت في تكوين واكتشاف مجموعة من اللاعبين اللي طعموا مجموعة من الفروق الرياضية المراكشية بحال الكوكاب والنجم والمولودية والكمال وغيرهم. وكانت هاد الملاعب كتعجب الجماهير المتابعة آنذاك في الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات، بحال مثلا تيران باب جديد وباب دكالة جنب الصور وتيران الخائنين وملعب ماكينة الياجور والقاعة ديال الخضراء وتيران الشراشار وتيران الرماد وتيران الفاقة تيران مصران المشور الظاهرية والكودي ديال باب الخميس. وهذا الأخير اللي كان فعلا كودي من التراب، البعض كيقول هذا الكودي ديال التراب استعملوا في بناء صومعات الكتوية، والبعض الآخر كيقول أن الرماد ديال صناعة الأواني الفخارية، والله أعلم. المهم عندنا هو أن هذا التيران كان في المكان اللي كتوجد فيه الآن إعدادية أحمد شوقي، جزء من الكودي تزاح في أواخر الستينات، وصبح تيران نجب مجموعة من الكويرية الكبار، وكان متنفس للشباب ومدرسة لتعلم كرة القدم من طرف أبناء الأحياء المجاورة بحل الزاوية العباسية، سيدي بن سليمان، باب تغزوت، أسول، خارس البردعي، باب الخميس، السرايب وغيرهم. وتنظمت فيه دوريات وبطولات كبيرة، وعينت فيه الأعيون التقنية الكثير من المواهب اللي تفتقت هذا التيران، بحال بوشعيب، المريس، مصطفى النمس، العربي، مومي، المنصوري، الزريدي، صلاص، ماغا، عزيز البهجة، بلقاس الجول، كريمو، باكباش، والقائمة طويلة من الأسماء اللي كيصعب جردها. أحبائي، حتى لهنا غادي نودعكم ونحتاج نوصيكم دعموا قناتكم بالاشتراك ووضع لايك. أصدق التحيات.